السلام عليكم. في هذا الفيديو راح أشرح طريقة الوان تايب بات اللي تسمى بفيرنون سايفر. بهاي الطريقة بيها جزئين، بيها إنكريبشن وبيها ديكريبشن. قانون الإنكريبشن سي تساوي سي آي تساوي لأم آي زائد نهاية مثل عملية إكس أور كي آي. هذا السي آي يمثل لسايفر تكست بيتس، لأن ينطيني السايفر تكست مو حروف إنجليزية، راح يعطينيها بشكل قيم بالتات. تساوي لأم آي اللي هو يمثل بلان تكست بيتس، زائد ان يسوى عملية اكس اور ما بين البلان تكست والكي اللي هو همات يكون بشكل بيتس. انطيني بالسؤال، مثلا عندي اول شيء بالانكريبشن انطيني البلان تكست، هذا القيم مالته 1 0 عبارة عن بتات، وينطيني الكي ويريد السايفر تكست. اسوي للبلان تكست والكي عملية اكس اور، اسوي عملية جمع بيناتهم، المختلفات اخليهن 1 والمشابهات اضيف لهم 0، يعني 0 + 1 هذا مختلف، أضيف له 1، 1 + 0 = 1، 1 + 0 = 1، 0 و 0 = 0، 1 + 0 = 1، 0 + 1 = 1، 1 + 0 = 1. أسوي عملية جمع ما بين البلان تكست والكي حتى أطلع السايفر تكست. من يكون المختلفات يكون مالتهم 1 الناتج، ومن يكون المشابهات يكون 0، يعني 1 + 1 هنا يساوي 0، 0 + 0 = 0، 1 و 0 = 1، 0 و 1 = 1. بهاي الطريقة طلع السايفر تكست. أما بالديكريبشن، بالديكريبشن القانون مالتها يساوي لي أم آي اللي يمثل بلان تكست اللي يكون انطينيها بشكل بتات، يساوي لي سي آي اللي هو سايفر تكست بيتس، إكس أور أسوي عملية إكس أور ويا الكي ويا المفتاح اللي كذلك راح ينطينيها للبيتس. أول شيء بالسؤال منطيني هنا السايفر تكست هذا القيم مالته بشكل بالتات 0 1، ومنطيني الكي كذلك هم بشكل بالتات 0 1، يريد البلان تكست. أسوي عملية إكس أور إلهن، يكون المشابهات 0 و 0 = 0، 1 و 1 = 0، 1 و 0 = 1، 1 0 1 = 1. هنا عندي 1 و 1 = 0، 1 و 0 = 1، 1 و 0 = 1، 0 و 0 = 0. هاي الطريقة هي طريقة الوان تايب بت، ينطيني فقط السايفر تكست والبلان تكست والكي بشكل بتات، وسوى عملية اكس اور انهن حسب اذا كان رايد انكريبشن وديكريبشن.